السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نرحب بكم مشاهدينا في هذا المساء، وإليكم نشرة الأخبار الثقافية من شاشة البوادي وإلى أهم العناوين. هيا نلعب سلسلة ثقافية تستهدف تعزيز الثقافة الصحية للأطفال. اليونسكو والسعودية نشرة خاصة بالتراث الوثائقي للوطن العربي. مسابقة فارس الشعر تنطلق في الشارقة القرائي للطفل بمنافسات قوية بين طلبة المدارس. اللوفر أبو ظبي يعلن انطلاق موسمه الثقافي القادم 2023-2024. الشاعر السنغالي أمادو لامين صال يفوز بجائزة الشعر الأفريقي في مهرجان بيت الشعر المغربي. مهرجان الصورة في عمان، فوتوغرافيا الجذور. نشرة السادسة مساء بتوقيت الكويت، نشرة الأخبار الثقافية، أهلا بكم. قال الأمين العام للمركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية الأستاذ دكتور مرزوق الغنيم أن المركز يسعى لتأليف وترجمة العلوم الصحية في تحديث خططه الرامية إلى توسعة دائرة الثقافة الصحية لتشمل الكبار والصغار، فارتأى أن يبدأ بتأليف سلسلة ثقافية صحية للأطفال على أن تكون مناسبة للمرحلة العمرية لهم. وأضاف الغنيم: وها هو الإصدار الخامس من هذه السلسلة وعنوانه هيا نلعب، ونحن بذلك نستهدف من هذه السلسلة استثمار طاقات الأطفال العقلية المتاحة لتنمية التفكير العلمي القائم على الحقائق والأدلة والبراهين المبسطة المناسبة لمرحلتهم العمرية. وتضمن الكتيب الذي أعده وصممه الأستاذ الدكتور مرزوق الغنيم محتويات شتى مثل هيا نلعب، ماذا تعلمنا الرياضة، الألعاب الجماعية والفردية، وفوائد المواظبة على ممارسة الألعاب الرياضية والرياضة وتأثيرها في نفسية الطفل. أصدرت الهيئة الملكية لمحافظة العلا بالشراكة مع منظمة اليونسكو الطبعة الأولى من نشرتها المخصصة لبرنامج ذاكرة الوطن العربي للتراث الوثائقي. تضمنت النشرة التنوع الثقافي في تراث العلا وتعزيز الوعي بأهميته، وعرضت مجموعة متنوعة من النقوش التي تبرز تاريخ العلا الفريد والأبعاد الثقافية الهادفة إلى تعزيز التواصل بين الحضارات. واستعرضت نشرة جهود الهيئة في الحفاظ على التراث وحماية المواقع التاريخية والطبيعية والثقافية للعلا، فضلا عن تعزيز التفاهم المشترك حول أهمية التراث الوثائقي الذي يعد مصدرا للمعرفة والحوار بين الثقافات. كما أوضحت الهيئة أن الهدف من النشرة هو مشاركة إرث العلا مع العالم عبر مختلف المصادر والشراكات لاستكشاف معالمها وبيئتها الطبيعية والثقافية، بما يعزز التزامها بمضاعفة أهمية مكانتها التاريخية وإبراز مكنوناتها. ضمن فعاليات الشارقة القرائي للطفل انطلقت الجولة الأولى من مسابقة فارس الشعر التي ينظمها المكتب الثقافي والإعلامي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة بالتعاون مع هيئة الشارقة للكتاب، ضمن فعاليات مهرجان الشارقة القرائي للطفل 2023 في إكسبو الشارقة، حيث شهدت تنافسا قويا في فئتها الأولى التي تشمل طلبة المدارس في الصفوف الأولى من الأول حتى الرابع، وحظي أداء الطلبة والطالبات المشاركون بإعجاب وإشادة لجنة التحكيم التي تضم كل من الدكتور الشاعر عبد الله الشحي والناقدة الدكتورة مريم الهاشمي، إلى جانب تفاعل الحضور من أولياء أمور الطلبة وزوار المهرجان، إذ سيتم الإعلان عن الفائزين في الفئة الأولى خلال الجولة الثانية من المسابقة. وشكر الدكتور عبد الله الشحي أولياء الأمور طلب الفئة الأولى على الاهتمام الكبير والجهد المبذول في غرس حب القراءة والشعر العربي في نفوس أطفالهم، والذي أسفر عن تقديم نماذج مبدعة على صعيد الإلقاء ومتانة اللغة والنطق ومخارج الحروف. وكان طلبة الفئة الأولى قد شاركوا عبر إلقاء 10 أبيات من قصيدة واحدة يتم اختيارها من عدد من القصائد المحددة من قبل لجنة التحكيم، وقد شملت قصيدة قدرة الله لشاعر معروف الرصافي
الثقافي وقصيدة برز الثعلب يوما للشاعر أحمد شوقي وقصيدة أعصفي رياح للشاعر ميخائيل نعيمة. أعلن متحف اللوفر أبوظبي عن انطلاق موسمه الثقافي القادم 2023-2024 الذي سيبدأ هذا الصيف، ويمنح زواره الفرصة للاستمتاع بخمسة معارض كبرى جديدة ستقام خلاله. وقال مدير متحف اللوفر أبوظبي مانويل رابتي انطلاقا من مكانته كمتحف عالمي، يركز متحف اللوفر أبوظبي على توفير مساحة شاملة وتفاعلية يتمكن من خلالها المبدعون من التعبير عن إبداعاتهم وأفكارهم وقصصهم. وسيشمل الموسم الثقافي الجديد العديد من المعارض التي تقدم أعمالا فنية وتجارب جديدة وأخرى يعاد عرضها، لذا سيكون الموسم الفني الجديد في اللوفر أبوظبي حافلا بالتجارب الفنية التي تستحق أن نتطلع إليها بكل اهتمام. ويعد هذا الموسم خير برهان على التزامنا الراسخ بخدمة أفراد مجتمعنا الذين يحظون باهتمامنا في كل ما نقوم به. وفي إطار التزامنا بخدمة أفراد مجتمعنا، يسعدنا أن نطلق العديد من المبادرات والبرامج الثقافية التي ستمكن زوار المتحف من تعميق فهمهم وتقديرهم للفنون والثقافة، إضافة إلى توسعة أفاق رؤيتهم للعالم والناس من حولهم، بينما نعمل أيضا على إطلاق منصة ملهمة وتشاركية في المتحف لتكون مساحة يلتقي فيها الناس ويتبادلون من خلالها الأفكار الإبداعية. توج بيت الشعر المغربي الشعر السنغالي أمادو لامين صال بجائزة الشعر الأفريقي في افتتاح المهرجان المهتم بشعراء القارة في دورته الأولى بالعاصمة الرباط في إطار احتفالات الرباط عاصمة الثقافة الإفريقية. هذا المهرجان المنظم تحت رعاية الملك محمد السادس يجمع بيت الشعر بالمغرب ووزارة الثقافة من أجل توفير لحظة تساؤل جماعي بين شعراء القارة حول معنى جديد لدور الشعر اليوم في إفريقيا. وقالت كلمة المهرجان إن جائزة الشعر الأفريقي توجت الشعر أمادو لامين صال لكونه أحد المبدعين الذين نجحوا في صوغ ملامح أدب إفريقي جديد حتى وهو يكتب من خارج لغته الوطنية، وتقديرا لممارسة إبداعية تغذت من التقاليد الشعرية الأفريقية الشفوية والمكتوبة، فشعره ظل على مدى مسار شعري طويل وممتد يحمل الشخصية السنغالية والروح الإفريقية الحريصة على الدفاع عن تربة إفريقيا ومائها وحرية أبنائها وكرامتهم. وعبر مراد القادري رئيس بيت الشعر بالمغرب عن سعي المؤسسة إلى توطين جائزة الشعر الأفريقي ومنحها سنويا لأحد الأسماء الشعرية العاملة من أفريقيا شمالا وجنوبا حتى تكون تحية من المغرب وشعراء المغرب من مؤسسة ثقافية لكل من يصنع الدهشة من شعراء القارة ويتيح لنا إمكانية الحق في الحلم. تحت عنوان جذور انطلقت الدورة 11 من مهرجان الصورة في عمان وتتواصل حتى 31 من مايو الجاري بتنظيم من دورة التصوير وبمشاركة 26 معرضا تتوزع بين 15 موقعا في العاصمة الأردنية. افتتح في اليوم الأول معرض بعنوان غبار العمارة المنسية في مصر للمصورة الروسية زينيا نيكوليسكايا، والذي يوثق الطفرة الإنشائية الكبيرة التي شهدتها القاهرة وعدد من المدن المصرية بين عامي 1860 و1940، وتضمنت مزيجا من الأساليب المعمارية الأوروبية مع تأثيرات محلية. مشاهدينا، ختام نشرتنا الثقافية لهذا اليوم، دمتم في أمان الله وحفظه. هذا البرنامج برعاية مؤسسة عبد العزيز سعود الباطين الثقافية.